استقال الوزير الإسرائيلي عميحاي شيكلي من وزارتي الشتات والمساواة الاجتماعية. يأتي هذا من أجل توفير المال العام، حيث يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إمكانية غلق بعض الوزارات الصغيرة، وذلك تجنبا لأزمة في الائتلاف الحاكم. ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فمن المتوقع عقد اجتماع للحكومة الخميس القادم حول ميزانية 2024. يسعى طاقم مقرب من نتنياهو إلى صياغة قرار بشأن الوزارات الصغيرة، وحسب يدعوت أحرنوت فإن العجز في ميزان الدولة سيصل إلى 111 مليار شيكل، أي ما يعادل 30.2 مليار دولار، ما سيؤدي إلى تقليص ميزانيات ورفع ضرائب بمبلغ 67 مليار شيكل، أي ما يساوي 18 مليار دولار تقريباً.